السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. والله كان عندي بس فتوى بعدين. تفضل. بعدين حضرتك كنت عايز حكم عمل فيزا مشتريات بس بضمان وديعة، بس الغرض مش الوديعة، يعني مش هستخدم الفوائد بتاعت الفيزا المشتريات خالص، الغرض اللي أنا أعرف أعمل في شرط في البنك أعمل فيزا مشتريات، لا إما عن طريق وديعة لا إما أكون موظف، وأنا مش موظف. فالشرط في البنك عشان أعمل فيزا مشتريات لازم أعمل وديعة، بس أنا وأنت في حاجة إلى فيزا المشتريات؟ قلت له حضرتك أنت في حاجة ملحة إليها؟ لأن حاليا واقفين التعامل خلاص لا بأس بهذا بتاع الحساب، لا بأس بهذا التوصيف، بس أنا مش ماليش علاقة بالفوائد بتاعة الوديعة لا بأس بهذا التوصيف اللي ذكرته. استخدمها أصلا يعني مش الله يكرمك.